إذن سيد الأسعد، هذا الحقيقة يقودنا إلى ما كشف عنه جمال الدين أبرومد، وهو مساعد رئيس البرلمان الإيراني، الذي تحدث عن أنه استولى على جزء من رواتب الميليشيات التابعة لإيران، وتحدث عن حتى قيمة ما يتقاضاه أو ما تتقاضاه هذه الميليشيات ويتقاضاه عناصر هذه الميليشيات، يعني في المتوسط $1,000 تقريبا. تحدث حتى عن حزب الله الذي يتقاضى العنصر الميليشياوي في حزب الله $1,300، أما في سوريا يقل كثيرا يصل إلى $100، كذلك في العراق تقريبا $250، أو في اليمن كذلك $100. هذه الأرقام إلى ما تشير، وهذا ما كشف عنه هذا الرجل، إلى ما يشير سيد الأسعد؟ هذا يشير على أن إيران دولة إرهابية، إيران تقوم بمصادرة الأموال العربية، وكذلك تقوم ببيع المخدرات وتهريب المخدرات وزراعة الحشيشة من أجل تغذية هذه الميليشيات ودفع رواتب لهذه الميليشيات. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية سرقة المال العربي بحجة خمس الأموال، وكذلك تقديم المساعدات إلى الأماكن المقدسة، وهذا الموضوع يجب أن يعرفه الشيعة العرب، على أن ما يقدمونه من خلال خمس المال أو المساعدات لحماية الأماكن المقدسة هو من أجل قتل أشقائهم العرب في العراق وفي سوريا ولبنان والخليج العربي وفي الأردن وبقية الدول العربية. كذلك هناك عملية تصنيع المخدرات وزراعة الحشيشة حتى في أمريكا الجنوبية وفي وسط أفريقيا، ولذلك نجد بأن إيران تأتيها أموال طائلة إلى هذه الميليشيات، وحتى عندما يقومون بسرقة هذه الأموال هم يعتبرونها حلال لأنها جاءت من الدول الأجنبية أو من العرب السنة، ولذلك هم يعتبرون الأموال التي تأتي من السنة فهي حلال حتى لو تم سرقتها من بعض القيادات، وكذلك التي تأتي من تهريب المخدرات أو الحشيشة أو الممنوعات فهذه كذلك تعتبر حلال، لأن عملية الإفتاء لدى قياداتهم الدينية هي سهلة جدا. فعملية الإفتاء هي لمدة 5 دقائق، ممكن أن يعطي 20 فتوى بذلك، ولهذا السبب نجد بأن الفساد يضرب هذه الميليشيات، والفساد هو يضرب الحكم في إيران بشكل كامل، والفساد منتشر في كل مفاصل الدولة الإيرانية، ولهذا كانت الثورة الإيرانية والانتفاضة الإيرانية من قبل الشعب الإيراني الذي يموت من الجوع بينما يتم توزيع الأموال التي تأتي من الخارج أو من الداخل على الميليشيات الإرهابية التي توزع وتنشر الإرهاب في الدول المجاورة وخاصة في الدول العربية. فلو كانت حقيقة إيران تريد تحرير بيت المقدس لأقدمت على ذلك، ولكن يجب أن يعرف العالم ويعرف العرب ويعرف الشعب الإيراني بأن إيران حتى هذه اللحظة منذ تأسست وحتى هذه اللحظة فهي لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل من أجل فلسطين، أو حتى أنها لم تطلق رصاصة واحدة من أجل تحرير فلسطين أو تحرير المناطق المحتلة من قبل إسرائيل. ملاليقهم، هم يكذبون على العالم ويكذبون على الشعب الإيراني خاصة. نعم، وصلت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا سيد مضر الأسعد، المحلل السياسي والمختص في الشأن الإيراني، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.